السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم، أرحب بكم جميعا، وأتمنى أن تكون إن شاء الله كل أيامكم سعيدة ومليئة بالعطاء والفرحة والسلام الداخلي. غريب غريب الإنسان، كيف أنه يعاني ويعاني ويعاني، ولكنه أحيانا يعني عنده رغبة في التغيير، لكنه لا يريد أن يبذل أي مجهود للتغيير. غريب الإنسان، كيف يتعلق بهذه الحياة؟ تعلق غريب جدا، ولكنه طول الوقت يشتكي منها، فهو يشتكي من الحياة، يشتكي من الحياة، لكنه يخاف من الموت. غريب الإنسان، كيف يتهم الجميع بأنهم ينكرون المعروف، وهو أول من ينكر المعروف لمجرد أنه تعرض لموقف حس فيه أن طيبته ليست إلا هبل كما يقال الآن. غريب الإنسان، لكن هذا مش موضوعنا. موضوعنا اليوم سنتكلم في قاعدة أساسية في التربية، أبسط قاعدة ممكن تأخذها في التربية، أبسط قاعدة، القاعدة رقم واحد، وهي سبب فساد وسبب مشكلة وخراب العديد العديد من الأطفال، هي القاعدة اللي بدي أحكي فيها اليوم. أكثر مشكلة بشوفها، أتمنى الصوت يكون واضح تمام لليوتيوب وللفيسبوك، إن شاء الله يا رب يكون صوتنا واضح. برحب فيكم جميعاً. أكثر شغلة بسمعها من الأهالي دائما بحكي لك أنا عملت كل شيء لابني، ما بعرف ليش هالولد طلع هيك، والله يا دكتور قدمنا له كل شيء، والله ما قصرنا معاه، والله شلنا اللقمة من تمنا وعطيناه إياها. في حدا ما بيحب أولاده؟ مستحيل، صعب كثير يعني، إلا إذا كان عنده مرض، يعني مرض عقلي أو نفسي. كلنا بنحب أولادنا، وإذا بتسأل أي إنسان من تريد أن يكون أفضل منك؟ بقول لك ابني أو بنت. إذا سألت أي إنسان من تريد أن تراه أسعد الناس، تحكي ابني بنتي. لكن في النهاية للأسف الشديد، بالجهل وحده، هذه الرغبات تتحول إلى كوابيس. لا تفسدوا أولادكم بالعطاء، ولكن هنا يعني زي لا تقربوا الصلاة، في لها تكملة وأنتم سكارى. لا تفسدوا أولادكم بالعطاء المادي، العطاء المادي، في عطاء عاطفي. الولد وخصوصا في أول 7 سنين من حياته يجب أن يشبع بالعطاء العاطفي، ويتعلم أن هناك ترشيد مادي، لازم يشوف حرمان. التربية بالحرمان، الحرمان المادي والعطاء العاطفي هم اللي بيجعلوا الإنسان مميز. ما في إنسان نجح في هذه الحياة وطلع للحياة وكان معدن صلب وقادر انه يواجهها الا لما كان عارف انه الحياه هاي مش مديونه له، وانه في اوقات بتكون صعبه، وانه اوقات ممكن ما يلاقي اللقمه، ومرات ما يلاقي الفلوس، وانه لازم يشتغل عشان يحصل على اي شيء مادي. لكن الحب غير مشروط. اعطي لابنك حب غير مشروط، ولكن علمه على الحرمان، مش تحرمه عمال على بطال. لكن لا تغدقوا، نحن مشكلتنا انه بنستخدم الماده لتخدير عقده الذنب. خد يا بابا، خد التليفون العب، عشان انا مش فاضي، عم بصرخ، زهقان، مش عارف شو بدي اعمل، كل اصحابي عندهم موبايلات، كل اصحابي عندهم بلاي ستيشن، كل اصحابي عندهم اكس بوكس. خد يا بابا، انا ما بدي اياك تكون محروم من اي شيء، جيبوا له اكس بوكس، جيبوا له بلاي ستيشن، اعطوه تليفون. خربته. الف الف مبروك، أعطيت لابنك رصاصة يطلقها على نفسه. لذلك الأطفال اليوم ولا بهمهم ولا لهم قيمة، التليفون ما له قيمة، اطلع، روح امسك تليفون ابنك، روح شوف تليفون ابنك، بيكون مكسر وحالته حالة، ولو تحكي له هلا تجيب لك تليفون ثاني بقول لك آه جيب لي كمان تليفون، ما في شيء له قيمة عندهم. الرجال والنساء، رجل ومرأة، لا يصنعوا في هذه البيئة. الرجل الحقيقي والمرأة الحقيقية تربيتهم تعتمد على إشباع عاطفي. أنا بحبك بس مش لازم أشتري حبك بإني أعطيك كل شيء أنت بتطلبه. الولد لازم يسمع كلمة لا، ولازم يسمع كلمة ما عندي، ولازم يسمع كلمة مش مهم، ولازم يسمع كلمة إذا كل الناس عندهم تليفونات هذا مش معناه إنه شيء صح. إذا كل الناس يا بابا عندهم إكس بوكس وعم بيضيعوا وقتهم عليه هذا مش معناه إنه هذا شيء صحيح. لذلك القاعدة الأولى في التربية والقاعدة الأساسية، أعطي على قدر المستطاع حب وعاطفة،
واحرم واعمل ترشيد في الاستهلاك المادي، خلي ابنك يتعلم على الحرمان. ما في شيء دايم، النعم مرات تختفي والحياة صعبة وانت مش دايم لابنك وفلوسك مش دايمية له وقصور وسيارات وكل شيء راح تتركه كله رايح. الولد بكرة بده يطلع على الحياة ويندمج في الحياة، إذا كان مشبع عاطفياً بيطلع إنسان سوي، إذا كان محروم مادياً بيطلع إنسان مدبر. برجع بعيد، الولد لو الطفل البنت أو الولد لما يكون مشبع عاطفياً بيطلع إنسان سوي، وإذا كان محروم مادياً بيطلع إنسان مدبر ويعرف قيمة الأشياء، وهذا هو النجاح. البنت في بيت أهلها لما تكون مشبع عاطفياً ما بضحك عليها شاب برا عشان حكى لها صباح الخير أنت حلوة. الولد لما يكون مشبع عاطفيا وماخذ عاطفة ما بطلع يروح يبهدل بنات الناس وينط من وحدة لوحدة لأنه مشبع عاطفيا. ما بيطلع الأولاد يدوروا على القبول من الخارج، في مشكلة اسمها مشكلة القبول، إنه بدي الناس تقبلني لذلك بدخن، لأنه أصحابي بدي أحس إني أنا جزء من أصحابي، خليني أدخن زيهم أو أشرب مخدرات أو أشرب كحول أو أروح أتعرف على بنات عشان أصير مقبول. لو أنا مشبع في بيتي عاطفيا هنا وهنا فقط لا أحتاج للقبول من أي إنسان آخر، لأنه صار كياني مشبع. أصبح الطفل هو طالع على المجتمع حاسس بالإشباع العاطفي، ويعلم يقينا أن المادة ليست كل شيء، ويعلم يقينا أنه أنا أبوك أنا بقدر أجيب لك تليفون، معي أشتري لك تليفون، بس ما راح أشتري لك تليفون. تعرف ليش؟ لأني بحبك، ومش بحبك حب عادي، بحبك حب واعي. ولو كل الناس معها تليفون وإنت ما معك تليفون معلش بس تكبر راح تفهم، وصدقني أنا بحبك. بجوز يعصب، بجوز يحكي، لا لا يبكي، هذا طفل، بس مع الوقت الله يرضى عليه أبوي. الله إذا كان عايش الله يا رب يطول عمره أبوي، وإذا كان ميت الله يرحمه أبوي. في فرق كبير بين لما يطلع الولد يقول ما حرمونا من أي شيء مفيد، وغير لما بكرة يطلع تحكي له ليش هيك، والله المشكلة التربية، أنا أهلي ما كانوا يحكوا، لا أنا بسمعها من الناس، أبوي كان يعطيني اللي بدي إياه، أمي كانت تعطيني اللي بدها إياه. لذلك المجتمعات اللي بتعطي 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 مادياً عشان تشتري راحة بالها، لأنه الأب مشغول وبده يجيب فلوس أكثر، والأم مشغولة لأنه هي عايشة ببيئة أو بحياة اجتماعية فيها طلعات ودخلات وروحة وجاية، خذ العب في الموبايل بس اسكت، بس اسكت. أنا ما مش فاضي أجي على البيت وأقعد مع أولادي وأفتح معهم حوارات، كل يوم والتاني هدية عشان أشتري راحة ضميري، إنه أنا هيني عم بعمل، ما أنا عم بشتغل عشانهم، وأنا عم بشتغل عشانهم عم بجيب فلوس، والفلوس هاي بدي أصرفها عليهم، وحسرتها. لا تضيعوا أولادكم ولا تقلبوا المعادلة. عندما نقلب المعادلة تصبح عطاء مادي بسخاء كبير جدا بدون حدود، وبخل في العواطف، لأنه ما عندنا وقت، لأنه ما عندنا همة، لأنه ما عندنا إرادة، لأنه مش عارفين إن إحنا عم نضيع أولادنا. وبكرة لما يوقف ابنك ويتطلع فيه وتتطلع فيه وعنده حب شباب طالع في وجهه وماسك سيجارة وعم بيدخن وبقول لك لا بصوت خشن، وبنتك لما تصير ترفس وتكسر الباب وترمي ومش عاجبها العجب وشايفة حالها بدها تقلد الناس اللي على السوشيال ميديا، ما تنصدمي، ما تروحي تدعي وتقولي يا رب نحن شو سوينا، لا أنا عم بحكي لك شو اللي عملناه. نأخذ بالأسباب، الهداية من عند رب العالمين، بس بناخذ بالأسباب. أولاد الأنبياء كان يطلع منهم فاسقين، بس ناخذ بالأسباب. الخضر أو العبد الصالح في سورة الكهف قتل الغلام لأنه لما يكبر كان يرهق أهله طغيانا وكفرا، بس ناخذ بالأسباب، لأنه أبوهما كان أبويه صالحين. كونوا صالحين بتربيتكم، كونوا واعيين بتربيتكم. الأطفال شيء بيحرق القلب، مستقبل البراءة اللي بتضيع بسبب أمور مادية. علم ابنك على انه يحكي لا. انا اذكر لما كنت ادخل على محل وكان ابني ماسك ايدي فيجي يحكي لي بابا بدي اشتري. ابني كان عنده شغف بالسيارات، السيارات هاي الصغيره، فكان عنده شغف يعني شيء مش طبيعي، بدي اشتري. احكي له لا، واحكيها بصوت عالي فهو يتطلع، احكي له لا ما معنى نشتري وانت عندك في البيت. ليش كنت اعلي صوتي؟ عشان اعلم ابني انه مش كل شيء بده اياه لازم ياخده. مع الوقت تطور الموضوع، صار يسألني قبلها يقول لي بابا نحن معانا مصاري وهل هذا الشيء مهم؟ أسأله أنت هذا بتعتبره شيء مهم عندك؟ إيش رح يفيدك؟
فصار هو لحاله يرجع اللعبة ويرجع مرة ثانية. هاي هي التربية. هاي هي التربية. أنا ما بحكي إني المربي الفاضل، أنا تعلمت من خلال تربية الأولاد، من خلال قراءاتي ودراساتي ما كانت كافية، لأن العلم بتطور وفي تجربة عملية. مش سهل تصير أب، مش سهل تصير أم، ما هواش لقب بيجينا هيك يلا بس واحدة صغرت إجا الولد يلا صرت أب مبروك صرت أم. لا، ما صرت أب ولا صرت أم، صرت معيل. صرت معيل، فرق كبير بين معيل وأب، فرق كبير بين معيلة وأم أو حاضنة، لأنه ممكن تجيب نيرسري، ممكن تجيب داية تأخذ بالها من الأولاد وتغسل لهم وتعطيهم الموبايل يلعبوا عشان يسكتوا. لكن كلمة أم وأب هي شغلة كثير كبيرة. أعطوا لأولادكم الدفء والعاطفة والحنان وأشبعوهم بحيث يطلعوا من البيت عندهم إشباع عاطفي، لا يبحثوا عن القبول في الخارج. وعلموا أولادكم أنه مش كل شيء يحتاجونه الآن يجب أن يحدث الآن. علموا أولادكم أنه لازم يتعبوا عشان يحصلوا على الشيء. اعملوا لأولادكم أنظمة وبرامج، حتى لو كان معاك تشتري له لا تشتري له. احرموا أولادكم بالماديات بشكل مقنن وفهموهم ليش عم تحرموهم. مش كل شيء موجود عند كل الأولاد. يا أخي كل المجتمع فاسد، أنت لازم تكون جزء من المجتمع الفاسد. كل الناس عم تضيع أولادها، ضروري تضيع أولادك؟ خليك انشغل بنفسك وبأولادك، وإن شاء الله الأولاد بيكبروا وبصيروا ناس ناجحة في حياتهم. لم أقابل في حياتي إنسان ناجح ما قال لي مقولة ما في إنسان ناجح إلا بحكي لك يا أخي نحن حياتنا وطفولتنا كانت صعبة. ما كان فقر. اللي عم بيسمعوني اليوم اللي من عمري ومن جيلي بيعرفوا أنه أجيالنا أبوي وأبوك ما كانش فيه الإمكانيات، كانت ضعيفة. ما كان، كانت الأولاد تخترع الألعاب، وأنتوا يمكن كل واحد منكم بيسمعني اليوم بتذكر لما كنا صغار كنا نخترع ألعابنا، لأنه ما كان في فلوس أروح على المول وأشتري وأجيب. بس كانت الفرحة رهيبة لما كنا نلعب مع الأولاد ونطلع ونخترع لعبة ودراجة ومش عارف إيش وعجلة، كانت فرحة لا تقدر بثمن. وكان فيها كرياتيفيتي، إبداع، وكان فيها مشاركة، أتعلم كيف أشترك مع الناس، وكان فيها خلق لشيء. هكذا تكون التربية. مش كل شيء متطور معناه شيء مفيد. مرات التطور هو قمة الضرر إذا كان أعطي لإنسان بدون ما يتعب فيه. خلي ابنك يتعب قبل أن يحصل على الاحتياج المادي، ولكن أغدق على ابنك بالحب، خصوصا أول 7 سنين. 7 سنين الأولى تتكون منطقة اسمها الأماجدلة، بتخزن العواطف والذكريات، الحنية والطيبة والأصالة والرجولة والشهامة والاستيعاب والعطف والكرم والأخلاق. كل هذا بتكون في أول 7 سنين، واللا شعور ببلش ينضج. علموهم يكونوا مشبعين عاطفيا ونفسيا، لكن عندما تأتي للمادة علموهم كيف أن المادة والأمور المادية يجب أن تكتسب، وتكتسب عندما تكون نحن في حاجة لها. ثقافة الاستهلاك، ولا ترشوا، لا ترشي ضميرك. الرشو حرام. لا ترشي ضميرك بأنك تشتري لعبة لابنك عشان يفرح فيها لأنه ما عندك وقت تجلس معه. يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير. بالنسبة للتربية، أنا عندي برنامج اسمه برنامج استراتيجيات التربية الذكية. أنا بحب كثير هالبرنامج، وهو من البرامج اللي أتعبتني جدا. برنامج بالنسبة إلي أثناء ما كنت أعمله كنت جدا تعبان، لأنه كنت مش من قلبي أحكي، وأنا بحكي ابني أمامي وأحفادي أمامي إن شاء الله للأمام، فأولاد أختي يعني الموضوع مش بهالسهولة. فاللي حابب يسجل حيا الله، البرنامج مفتوح التسجيل فيه. البرنامج عبارة عن 8 حلقات نبني فيها استراتيجية كاملة لبناء دستور منزلي للتعامل، ومنتعامل مع موضوع الحرمان، منقنن الحرمان، كيف تحرم ابنك. هذا فن وهذا علم، كيف تحرمه بحيث أنه وانت عم تحرمه هو عم بتعلم. هذا اللي أنا حاعطيك إياه في استراتيجيات التربية الذكية. اللي حابب يسجل أنا حترك روابط التسجيل في الأعلى للفيسبوك وجمهورنا على الفيسبوك، وفي وصف الفيديو لجمهورنا على اليوتيوب. شكرا للجميع، أتمنى لكم كل التوفيق وكل السعادة والسلام الداخلي. حبوا أولادكم. أنا لا أذكر في طفولتي إلا كمية الحب اللي عطتني إياها أمي وأبوي، هذا اللي بذكره. وحتى الحرمان اللي كنت أنحرمه بسبب ممكن ظروف اقتصادية مش متذكره،
أنا بتذكر إني أنا كنت طفل شبعان عاطفيا ماديا وما كنت محتاج أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.